بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى تعلم الإدماج في ميدان الطاقة بالنسبة لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط، وسنعالج البطاقة أو النشاط الذي ورد في كتاب التلميذ في الصفحة 57، والمعنون بهذا العنوان تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية. إذن فهذا النشاط أو هذه البطاقة مدرجة في تعلم الإدماج في الطاقة. إذن هذه البطاقة، هذا هو نصها كما هو في كتابك. إذن يقول: خلال العطلة الصيفية زارت مليكة جديها لأمها ولأبيها في ولايتي جيجل وبجاية على التوالي، وأصرت في كل مرة على مرافقتهما لزيارة جبال المنطقتين من شدة حنينها لمسقط رأس أجدادها. أعجبت مليكة كثيرا بسد إراغن بولاية جيجل وسد إغيل إمدى بخراطة في ولاية بجاية، وهي محاطة بالجبال الشاهقة، خاصة لما علمت من جديها أن مياه هذه السدود كانت تستغل في توليد الطاقة الكهربائية قبل أن تحول مياههما للسقي والشرب بسبب ضعف إنتاج المحطتين المائيتين مقارنة بالاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية. نواصل مع نفس الوضعية. قاد مليكة الفضول للبحث حول كيفية تحويل الطاقة المائية إلى طاقة كهربائية. يقول: ساعدها في ذلك بالإجابة عن ميل. الفقرة الأولى فيها ثلاث أسئلة. السؤال ألف: اشرح كيفية تحويل طاقة المياه إلى طاقة كهربائية في هذه المحطة. و هذه التساؤلات وهذا النشاط مزود بهذه الصورة التي تحاكي إنتاج الكهرباء في المحطات الكهرومائية. السؤال ب: أرسم السلسلة الوظيفية المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة الماء. جيم: عبر عن هذا التحول في الطاقة بالسلسلة الطاقوية. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: وضح على السلسلة الطاقوية التحويل الطاقوي بين تركيبة المحطة الكهرومائية والمحيط الخارجي. برأيك كيف ستكون الحصيلة الطاقوية في كل الجمل المكونة لتركيبة هذه المحطة؟ ورابعا: لقد تم الاستغناء عن مثل هذه المحطات لفائدة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ابحث عن أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر. إذا نبدأ على بركة الله بالفقرة الأولى ونشرح عنصرا عنصر. إذا اخترنا هذا الفيديو لكي نبين كيف يتم إنتاج الطاقة الكهربائية في المحطات الكهرومائية. إذن تلاحظ أين يتم إنشاء السدود، يعني فهذه صورة علوية لسد. إذن فالسد ينبغي أن يختار له المكان الاستراتيجي في المتواجد في منطقة جيولوجية تساعد على ذلك. إذن بعد ما يتجمع، نرجع قليلا إلى إذن قلنا فالسد يختار له المكان الجيولوجي المناسب، يعني الموقع الجغرافي المناسب لذلك، بحيث يتواجد في منطقة جبلية شاهقة متماسكة. لماذا؟ لكي يتحمل ثقل الماء الذي يكون بكمية كبيرة وهائلة و لا يتعرض للانهيار. إذن فهنا تجمع كمية مياه عالية، يعني مستوى عالي من الطاقة،
وبالتالي تتشكل طاقة كامنة ثقالية هائلة عند تصريفها. ينزل الماء عبر الممرات كما نلاحظ في هذه الصورة بغزارة وقوة هائلة، يسقط على عنفة كما نلاحظ في الفيديو. هذا العنفة تدور، عندما تدور فإنها تدير دينامو موصول بها، يعني هذا هو الدينامو أو المولد، مولد كبير أو مجموعة مولدات، فتنتج هذه المولدات الطاقة الكهربائية التي يتم نقلها إلى المحولات ثم توزع على المستهلكين. هنا يتم إرجاع المياه بطريقة الضخ إلى السد لكي لا ينفذ السد، لأن إذا نفذ السد من الصعوبة بمكان أن يتم تعبئته من جديد. نلاحظ هنا الماء ينزل من السد ليولد الطاقة الكهربائية كما تلاحظ، ثم في وقت انخفاض استغلال الطاقة يتم إرجاع المياه بالضخ إلى السد من جديد. إذن هذا بالنسبة نعم، هنا يتم الإرجاع كما تلاحظ بواسطة مضخات إلى السد، فيرتفع مستوى المنسوب الماء في السد من جديد، وهكذا دواليك. إذن الماء يسري في دارة مغلقة. إذن هنا الصورة واش تبين لنا أن عملية الإرجاع تتم في وقت الاستغلال الأدنى للطاقة الكهربائية، يعني عندما تكون الناس ليست في حاجة إلى الطاقة الكهربائية بشكل عالي يتم تعبئة السد من جديد. إذن هذا بالنسبة لكيفية إنتاج المياه في السدود أو بإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من الماء أو ما نسميها بالطاقة الكهرومائية. إذن بعد ما شرحنا كيفية تحويل طاقة المياه إلى طاقة كهربائية في هذه المحطة، نلخص هذه النقاط التي كنا نذكرها. إذن اشرح كيفية تحويل طاقة المياه إلى طاقة كهربائية في هذه المحطة. أولاً، الماء المتجمع في أعلى السد مثل ما ذكرنا يخزن طاقة كامنة ثقالية EPP، هذه الطاقة تكون هائلة المقدار. ثانياً، حينما يتحرر الماء فإنه يسقط بقوة كبيرة على عنفات أو توربينات موجودة في أسفل السد، فيعمل الماء بهذه القوة التي يسقط بها على التوربينات، يعمل على تدويرها بسرعة كبيرة. هذه العنفات حينما تدور فإنها تدير مولدات كهربائية، فهي موصولة بها توصيلا ميكانيكيا. إذن تدير مولدات كهربائية، المولدات الكهربائية تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، أرسم السلسلة الوظيفية المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة الماء. إذا كما رأينا اختصرنا مكونات هذه الجملة في هذه العناصر الثلاث، لدينا ماء السد، العنفة، المولد. إذا فماء السد يسقط على العنفة فيديرها، العنفة تدير المولد، المولد ينتج أو يغذي أو يولد الكهرباء. إذا الماء يسقط فيدير العنفة، العنفة تدور فتدير المولد، والمولد يغذي أو يمد المحولات بالكهرباء التي بواسطتها يتم نقلها إلى شبكة التوزيع. ثم بعد ذلك يطلب منا أن نرسم أو نعبر عن هذا التحول في الطاقة بالسلسلة الطاقوية، يعني انطلاقا من السلسلة الوظيفية نرسم السلسلة الطاقوية لها. إذن فتبقى نفس مكونات الجملة أو التركيبة، ماء السد، العنفة، المولد. فالآن نعوض أفعال الحالة وأفعال الأداء بأنماط التحويل وأنماط التخزين. إذن ماء السد يحتوي على طاقة كامنة أو يخزن طاقة كامنة ثقالية EPP. هذه الطاقة الكامنة الثقالية حين يتحرر تتحول إلى طاقة حركية EC. إذن فلما نقول يسقط، فهذا الفعل يسقط
يدل على وجود تخزينين للطاقة، طاقة كامنة ثقلية وطاقة حركية. يدير إذن يدير بمعنىها تحويل ميكانيكي، أي ماء السد يقوم بنقل الطاقة إلى العنفة بشكل تحويل ميكانيكي يديرها. العنفة تدور إذن فهي تخزن طاقة حركية فتعمل على تدوير المولد، إذن فهو تحويل ميكانيكي كذلك. المولد يدور فهو يخزن طاقة حركية، يولد الكهرباء أو يغذي فهو تحويل كهربائي. إذن هذا بالنسبة لمخطط السلسلة الطاقوية لهذه التركيبة. نمر إلى السؤال الموالي، في يقول وضح على السلسلة الطاقوية التحويل الطاقوي بين تركيبة المحطة الكهرومائية والمحيط الخارجي. إذن لا شك أن ماء السد حينما يتدفق من السد إلى الأسفل ليس بالضرورة أن كل الماء سيدير العنفة، هناك جزء قليل من الماء هو الذي يدير العنفة، والجزء الأكبر من الماء سيمر إلى الوسط الخارجي، بمعنى لا يستفيد منه العنفة ولا يستفيد منه الدينامو. إذن فهنا سنعبر عن وجود ما يسمى بالضياع في الطاقة. إذن هناك طاقة كبيرة تكون ضائعة، هي التي عبرنا عنها بهذا الخط المتقطع نحو الوسط الخارجي ابتداء من ماء السد. إذن فكذلك العنفة، ليس كل الطاقة التي تمتلكها سيستفيد منها المولد، إذن هناك جزء من الطاقة سيضيع نحو الوسط الخارجي في شكل حرارة، تسخن العنفة من هذا الدوران، إذن فهو جزء من الطاقة التي لا يستفيد منها المولد أو التي تضيع نحو الوسط الخارجي. كذلك المولد حينما يدور فهو لا يحول كل الطاقة إلى طاقة كهربائية، فجزء كبير من الطاقة على مستوى المولد يتحول إلى حرارة نحو الوسط الخارجي. إذن هذا الذي يريد أن نوضحه في هذا السؤال. ثم بعد ذلك يقول برأيك كيف ستكون الحصيلة الطاقوية في كل الجمل المكونة لتركيبة هذه المحطة؟ إذن إذا أردنا أن نتكلم عن الحصيلة الطاقوية فلا ينبغي علينا أن نحدد مجالا زمنيا، أي نتكلم عن الطاقة بين لحظتين زمنيتين T1 وT2. فبدأنا بالجملة الأولى، ماء السد تتناقص الطاقة الكامنة الثقالية له وتتزايد الطاقة الحركية له أثناء سقوطه بين لحظتين T1 وT2. يعني مثلا من لحظة سقوطه من السد إلى لحظة ملامسته للعنفة وتدويرها، ماذا يحدث هنا؟ تتناقص الطاقة الكامنة الثقالية له مقابل تزايد الطاقة الحركية له. ثانيا، العنفة في نفس الوقت الزمني يعني من T1 إلى T2 تتزايد طاقتها الحركية، فهي كانت ساكنة، لما يصطدم بها الماء يشرع في تدويرها وتتسارع حركتها خلال هذا المجال الزمني من T1 إلى T2. المولد كذلك خلال هذا المجال الزمني تتغير طاقته المخزنة به. إذن فكان في حالة سكون، بمعنى الطاقة الحركية له تساوي صفر، ثم تبدأ منذ دوران العنفة، منذ دوران الدينامو أو المولد، تبدأ الطاقة الحركية تتزايد خلال هذا المجال الزمني. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثالث. السؤال الرابع والأخير يقول، لقد تم الاستغناء عن مثل هذه المحطات لفائدة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ابحث عن أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر. نعم، مثل ما ذكرنا لأسباب أو لسببين رئيسيين، وهما خشية نفاد الطاقة الفحمية وتلويثها للبيئة، فإن الدول تسعى جاهدة
استثمار طاقة أو مصادر طاقة نظيفة ومتجددة. من أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر تتمثل في استغلال واحد الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية في الجنوب الكبير مثل الأغواط وغردايا. ثانيا استغلال طاقة الرياح في الجنوب وبالأخص كما رأينا في أحد الدروس بولاية أدرار. إذن هذه أهم المناطق التي انطلقت فيها مشاريع الاستثمار في المصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.